كلنا عارفين ان اختراق حسابات الفيسبوك او اختراق حسابات السوشيال ميديا بالكامل، سواء بقى انستجرام او تويتر او سكايبي او اي اكونت او اي موقع تواصل اجتماعي او حتى البنك، انك تخترق حساب بنكي فده موضوع مش سهل، وان ده دلوقتي منتشر جدا. طيب احنا عشان نشرح ازاي تأمن حسابك وازاي تخلي بالك من العمليات الاختراق دي، لازم تفهم الهاكرز بيفكر ازاي في ان هو يخترقك او ان هو اكسس على اكونت بتاعك، سواء فيسبوك او اي اكونت بتاعك او حتى حساب بنكي. طيب الموضوع ده بيتم ازاي؟ لازم تبقى فاهم العمليه بالكامل بتدور ازاي عشان تبقى انت كمستخدم او كشخص عندك حسابات خاصه تقدر تحميها وانك ما تبقاش ضحيه للمخترقين دول. تعالوا نشرح الموضوع بالتفصيل، بس قبل ما نبدا الشرح يا شباب خلوني انوه جدا ان الحلقه دي كل الفكره منها هو توعيه امنيه مش اكتر، وان انت تخلي بالك وتحمي نفسك وتحمي الاكونت بتاعتك من عمليات الاختراق دي او الاتاكس اللي بتحصل على الاكونت بتاعك او عمليات الخداع بمعنى اصح اللي بتحصل عشان الهاكرز يقدر نوصل للداتا اللي هو محتاجها او ياكسس على الاكونت ده. تعالوا نشرح شرح عملي على الفيسبوك وبعد كده نشرح على الحسابات البنكيه والهاكرز دلوقتي بيفكروا ازاي او بيستغلوك ازاي او بيقدروا ان هم يخدعوا مثلا الفيسبوك وبيخدعوك وبيخدعوا البنك وبيخدعوك برضو في ان هم ياكسسوا على الاكونت بتاعك بسهوله جدا. الموضوع مش متطلب اي خبره او ان انت تكون مثلا بروفيشنال في امن المعلومات او في الهاكرز الشبكات الحاجات دي كلها، لا مش شرط خالص. ده هو كل الفكره ان هو بدا يعمل عمليه الاتاكس او بيستخدم التولز مثلا اللي بيستخدمها على الكالي لينكس بيستخدمها بشكل حقيقي. ازاي بشكل حقيقي؟ يعني هو بيستخدمها بشكل فعلي من غير ما يلجأ لاي برامج، بيستخدمها بدماغه، تمام، بينفذ الخطوات بتاعتها بدماغه. التولز كلها بتعمل ايه؟ بتبدا ان هي تعمل نظام خداع للاتصال، مثلا بتتواصل مع الفيسبوك ان هي مثلا انت، ويبدا ان هو يظهر معلومات بحيث ان الرمز او البن اللي انت بتعمل منه تحقق لكلمه سر او تغيير كلمه سر بيجي لك انت، فهمت كده؟ فالتولز دي بتعترض الاتصال، بتبقى وسيط بين الفيسبوك واليوزر، تمام يا شباب؟ الوسيط ده هو التولز دي اللي هي يعتبر الهاكر. طيب دلوقتي ازاي انت تحمي نفسك او حسابك؟ لازم اوضح لك الموضوع عامل ازاي عشان تحمي نفسك بشكل فعلي. طيب تعالوا نشوف الطريقه عامله ازاي والهاكرز بيفكر ازاي او ايه هي الطرق اللي بيلجا اليها الهاكرز في ان هو يخترق الاكونت بتاعك او ياكسس على الاكونت بتاعك. نخش في الشرح على طول. فلنفترض ان انا هنا هاكرز وانت ضحيه وانا عاوز اخترق الاكونت بتاعك على الفيسبوك، هعمل ايه؟ في طرق كتيره ممكن الجا اليها اللي هي التولز دي، بس احدث الطرق دلوقتي اللي الناس بتستخدمها الهاكرز والمحترفين من الهاكرز بيستخدموا الطرق دي هي ان انا اخدعك انت واخدع الفيسبوك وابقى انا طلعت بالاكونت بتاعك بسهوله جدا. طب هعمل الموضوع ده ازاي؟ هبدا ان انا اعمل مثلا اكونت فيك او موقع فيك او اي حاجه بحيث ان انا اتواصل معاك بان انا فعلا الفيسبوك. لازم بقى هنا اقنعك جدا ان انا الفيسبوك وابعت لك الايميل ده، عميل انا العزيز لقد لاحظنا مثلا نشاط غريب على الحساب بتاعك ولذلك نرجو الاتصال بنا على هذا الحساب او التواصل معنا على هذا الحساب لحفظ امان حسابك. بعد كده انت على طول بتشوف الايميل ده وتلاقيه ان هو جاي من الفيسبوك، خلاص كده بتبدا ان انت تتواصل وترد عليه، بتحاول ان انت ترد عليه. يطلب منك هنا حاجه، اول حاجه بقول لك ان لاحظنا نشاط غريب وحاول ان انت تساعدنا في ان احنا نامن الاكونت بتاعك. على طول الهاكرز هنا هيفكر ان هو يسحب منك المعلومات اللي هو مش قادر يوصلها اللي هي ايه؟ الباسورد. على طول هيقول لك الباسورد، او ممكن لو قال لك الباسورد لو شايف ان انت ذكي شويه مش هيطلب منك باسورد. طيب هيعمل ايه؟ هيبدا ان هو يكلم فيسبوك ويعمل اللي هو نعمل نسيت كلمه السر ويحط الاي دي بتاع الاكونت بتاعك، هيطلبوا منه رمز التحقق، هيقول لك لاثبات فعلا انك صاحب هذا الحساب يرجى ارسال الرمز المكون من 6 ارقام الذي تم ارساله اليك. فبالتالي انت هتبعت الرمز للشخص ده على اساس ان انت بعته للفيسبوك والعمليه ماشيه بشكل كويس جدا ومفيش اي شك، انت بتكلم الفيسبوك، تمام. هيبدا الرمز يجيله، هيبدا هو يديه للفيسبوك، هيبدا الفيسبوك يسمح له ان هو يغير الباسورد. كده خلاص اوريدي هو اكسس على الاكونت بتاعك وانت اوريدي خلاص فاهم ان الاكونت بتاعك بقى محمي، تمام. كده هقول لك شكرا ليك، تم اثبات ملكيه الحساب وحسابك الان بامان. هتيجي تفتح الحساب مش هتلاقي الاكونت اساسا، هتلاقي اكسس عليه غير كل الداتا بتاعته، الاكونت بقى مختار. هي دي الطريقه اللي بيستخدمها الهاكرز حاليا في ان هم يخترقوا الاكونتات بتاعتك او ياكسسوا على الاكونت بتاعتك بسهوله جدا من غير ما يكون بقى دارس الشبكات او برمجه او حاجات كتيره جدا او سكيورتي سيستمز او الحاجات دي، تمام يا شباب. طيب دلوقتي نبدا نخش في الشرح الثاني على طول او الطريقه الثانيه او المثال الحي الثاني لاختراق حساب بنكي. الهاكرز برضو بيفكر ازاي ان هو يخترق حساب بنكي بنفس الطريقه بالظبط بس بحاجات مختلفه بسيطه جدا. زي ايه مثلا؟ ان انا مثلا برضو عايز اخترق الحساب البنكي بتاعك وانت في البيت وما تعرفش اي حاجه عن عمليه الاختراق دي من غير ما اجمع اي معلومات. هبدا ان انا مثلا اجي عندك على البيت وابدا ان انا اشوف سلك الخط الارضي اللي انت موصله على البيت وابدا ان انا
اوصل توصيله من عند انا لجهاز تاني على السلك ده، وابدا ان انا يعني بحيث ان انا ادخل على الخط بتاعك معاك، ابقى متصل معاك على الخط ده، بحيث ان انا اقدر اتحكم في اي مكالمات تجي لي وارد مكانك، وان انا اعمل اي طلب من عندك باسمك انت. بعد ما اعمل كده ببدا ان انا ادخل من الجهاز بتاعي على الخط بتاعك، وابدا ان انا اراسل البنك باسمك، بقول للبنك مثلا مساء الخير، لو انا عايز اغير اي معلومات الحساب بتاعي وملاحظ ان في نشاط غريب على الاكونت بتاعي ومحتاج ان انا اتاكد ان الاكونت بتاعي فعلا امن، البنك على طول هيبدا يتواصل معاك، اقول لك مفيش مشكله يا فندم، هنحتاج منك بعض المعلومات لاثبات ان انت فعلا مش مخترق او مش اي شخص هاكر، رغم ان انت بتكلمهم من نفس الرقم اللي هو مرتبط بحسابك البنكي، مفيش مشكله. هيبدا ان هو يحول الرساله دي، يعني هيحول لك الرساله دي تيجي ليك انت، انت هتشوف الرساله ان هم البنك طالب منك معلومات، هتبدا انت المفروض تبعت ترد على البنك، هو بقى هيعترض الاتصال ده ويبدا ان هو يتواصل معاك انت بشكل مباشر على اساس ان هو البنك. تمام، هتبدا ان انت تبعت له كل المعلومات اللي هو طالبها، طب لو سمحت يا فندم ابعت لنا الباسورد وابعت لنا الايميل بتاعك وابعت لنا المعلومات دي، هتبدا انت تبعتها له، للاسف انت مش فاهم، هيبدا هو ياخد المعلومات دي وياكسس على الاكونت بتاعك في البنك ويسحب كل الرصيد اللي فيه بسهوله جدا، وكده يكون خدعك وخدع البنك، فده موضوع خطير جدا، فانت لازم تخلي بالك. طيب هتخلي بالك ازاي وهتحمي نفسك ازاي؟ هقول لك بسيطه جدا بنفس الطريقه، الفيسبوك او البنك مش هيطلب منك باسورد، الفيسبوك او البنك مش هيطلب منك معلومات ما حدش يعرف الا انت والفيسبوك، المعلومات دي بتبقى سريه جدا، فاي حد يحاول ان هو يطلب منك باسورد سواء جهه حكوميه او جهه مؤسسه او موقع تواصل او اي جهه مثلا بنك او مؤسسه، ما تحاولش تديله الباسورد، وتاكد 101% او مليون في الميه ان هو هاكرز وشخص عايز يخترق حسابك. غالبا ده ما بيحصلش مع ناس عاديه، يعني ما بيحصلش معايا، ما بيحصلش مع ناس ثانيه، بس بيحصل مع ناس اعلى من كده بكتير، الناس اللي بيبقى عندها حسابات بنكيه كبيره، مثلا صحفيين، الناس اللي هي بيبقى عندها انشطه كتير على الانترنت، فبالتالي بيتم استهدافها من قبل الهاكرز دول ان هم ياكسسوا على الاكونتس بتاعتها دي. وبالتالي هو ده شرح النهارده، الهدف من الفيديو ده قلت لك ان انت تخلي بالك، وان انت مش اي حد يطلب منك معلومات الاكونت بتاعك تديها له، حتى لو الفيسبوك، لان الفيسبوك مش هيطلب منك الباسورد، حتى لو البنك، البنك مش هيطلب منك الباسورد او كلمه سر او اي بيانات للاكونت بتاعك، فانت لازم تخلي بالك جدا من المواضيع دي عشان ما تبقاش ضحيه زي ناس كتيره جدا جت كلمتني وقالت لي المواضيع دي وللاسف هي مش فاهمه. يعني انت لما تيجي تلاقي ان البنك هو اللي مخترقك فانت هتروح تعمل شكوى، فبالتالي البنك مش هيطلع عنده اي مساءله قانونيه قدامك، لان انت اللي فعلا كلمتهم وانت اللي طلبت منهم تغيير الباسورد وانت اللي طلبت منهم سحب الرصيد، وكل ده اتسحب عندك بس اللي استلمها شخص تاني اللي هو الهاكرز، ودي طبعا طرق حديثه جدا للاختراق، فانا بنوه ان انت تخلي بالك منها مش اكتر. وطبعا ده فيديو النهارده، ان شاء الله هحاول النهارده انزل لكم فيديو تاني اللي هو تعمل هويه للفيسبوك بطريقه مضمونه، لسه ما حددتش هنزلها على القناه دي ولا القناه الثانيه، بس يا شباب اللي انا طالبه منكم ان انتوا تدعموني مش اكتر عشان نقدر نكمل في القناه وانزل لكم شروحات كتيره جدا مفيده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا، بتمنى تكون عجبتكم، يا ريت لايك سبسكرايب فعل الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد انزله، وتكون انت اول شخص يعرف المعلومه دي. طبعا هننزل حاجات كتيره جدا الفتره الجايه، فطالب منكم فضلا وليس امرا تدعموني بالشير، تبعتوا القناه لكل اصحابكم عشان يستفيدوا من الشروحات دي. طبعا القناه دي مبنيه على المصداقيه، مفيش اي كلمه بقولها لك هي غير حقيقيه او بهدف الربح من اليوتيوب او من اختصار رابط او اي حاجات دي، ده يعتبر دعم منك لينا ان احنا نكمل في القناه ونطور من مستوى القناه، بس ده كل الفكره. وطبعا انتوا اخواتي وانا تحت امركم في اي طلب تحتاجوه، عندك اي مشكله اكتبها لي في كومنت ان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت. حاليا بنجمع فريق عمل كبير عشان نقدر نكبر القناه ونحاول نطور من نفسنا، اي تعليقات سلبيه او ايجابيه اكتبها لي في كومنت ان شاء الله هرد عليك على طول وهتقبلها منك، مفيش اي مشكله. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا، بتمنى تكون عجبتكم، نشوفكم في حلقه جديده من قناه فايروس 7 اكس. السلام عليكم.